وقابلنا اوريال مرتين. كان هو عامل كمان شرطه مش بطال ابدا من البحث في ناحيته، فده كمان خلص علي اكتر على المحتوى الغني اللي بيقدر يعمله. كان مهتم بقناه السويس من سنين طويله من خلال شغله، ومن بعد الثوره اسس جبهه شعبيه لتطوير قناه السويس. اشتغلوا على المشروع قناة السويس. لو أي حد فيكم سمع عن يعني محور تطوير محور قناة السويس يمكن يكون شاف أشرف مرة أو حد من الجبهة بيتكلم عن الموضوع ده. في نهاية شغل السنين دي اللي هو من وقت الثورة لحد حوالي 5 أشهر فاتوا، مش عارفة أنت تعرف القصة دي ولا لأ، هو اعتبر إنه المشروع ابتدى يتحرك بشكل ما. هيفضلوا يعملوا المراقبة على التنفيذ وعلى مناقشات الحكومات المختلفة اللي بتيجي يعني للمشروع، لكن بس انه المشروع ابتدى يتحرك في اتجاه نسبيا معقول. في اللحظة دي هو قفل الملف بالنسبة له، هيكمل المتابعة مع الجبهة الشعبية، لكن كان بيفكر في علي وقال يمكن دي اللحظة المناسبة انه نتكلم عن مشروع ثقافي، عن فيلم سينما بيتكلم عن قناة السويس. فكان بيتكلم عن فكرة علي انه السول الاصفر ممكن تبقى يعني دخلة كده سينمائية رومانتيكية انترستنج لحد عايز يعمل فيلم سينما، واتكلم مع واحدة من شركات الانتاج السينمائي وعرض عليهم الفكرة. وقفت القصة هنا، لكن انا حبيت اقولك انه في النهاية وحتى الفكرة. Thank you.